بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم. في الجزء الثاني من فيديوهات الاسطمبة هنعرف كيف هنملى الاسطمبة دي بالكريستال بتاعنا، كيف هنرفع الكريستال دي ونشيله ونمشي نحطه في الخامة اللي احنا عايزين نركبه عليه. طيب، بحتاج لعدد من الحاجات لازم تكون متوفرة، والحاجة الاسطمبة بتاعتي مركبة على الخشبة، وعرفنا سابقا كيف بنركبها على الخشبة. الحاجة الثانية اللي بحتاج لها، بحتاج لصينية علشان الكريستال بتاعي ما يطلع برا، يكون شوية مقاسة بيحتوي الاسطمبة بتاعتي. بحتاج لفرشة بتاعت ميك اب، كلنا ممكن تكون عندنا الحاجة دي موجودة في البيت، بتساعدني، هوريكم كيف بشتغل بيها. بحتاج للكريستال بتاعي، دي حاجة مهمة جدا انه انا اعرف مقاس الاسطمبة بتاعتي. الكريستال الموجود مقاسات في السوق، والاسطمبات برضو مقاسات، فلازم انا اعرف مقاس الاسطمبة بتاعتي كم عشان اعرف اجيب ليها كريستال مقاس كم. الكريستال الموجود معانا الليلة اللي هنشتغل عليه وهو مقاس 16. في انواع من الكريستال، وممكن في فيديو قادم اشرح لكم انواع ومقاسات الكريستال. الاسطمبة بتاعتي مقاس 16، يبقى ده الكريستال اللي انا محتاجة له، وممكن اشتغل باي واحد من الاثنين ديل. لو اخترنا ده، الخطوة الجاية هتكون انه انا هكب الكريستال على الاسطمبة بكميات مناسبة، وابتدي احرك حوالين الاخرام الموجودة في الاسطمبة بتاعتي. في كمية من الكريستال هتكون زايدة طبعا عن الحاجة، هبتدي ابعدها، ودي فايدة الصينية اللي انا ببالك حطيتها عشان تحافظ على كمية الكريستال اللي بتطلع. بعد ما جزء كبير من الكريستال طلع، تيجي المرحلة بحتاج فيها للفرشة بتاعتي. اللي هي الفرشة هتطلع لي جزء من الكريستال من غير ما تأثر على الكريستال الموجود داخل الأخرام. بالتأكيد ما كل الكريستال هينزل وما كل الأخرام هتتقفل، يبقى في شوية شغل بعد المرحلة دي أنا هشتغله، اللي هو في بعض الأخرام هلقى إنه الكريستال ما نزل فيها، هبتدي أقفلها عشان أحصل على شكل كامل. الكريستال بتاعنا اللي احنا شغالين بيه ودي، اللي هو الكريستال الرينبو، نوع جميل جدا من الكريستال، متوفر في السودان هنا في محلات الكلف، في سوق درمان، في سوق الشعب الخطوم، خارج السودان موجود في دبي، في مصر، في الهند. كريستال الرينبو هو كريستال هاتف للألوان. أنا الآن بقفل في كل الأخرام اللي ما فيها كريستال عشان أحصل على شكل مكتمل، لحد ما أتأكد تماما. الموضوع ما صعب، الميزة في الاسطمبة انها بتديني شكل منتظم، يعني انا باليد لو رسمت الرسمة دي، الرسمة اللي بعدها ما هقدر اجيبها موزونة. فالميزة في الكريستال انه بديني ليها موزونة جدا، نفس المقاس في كل الاشكال الموجودة، واللي هركبها على الخامة بتاعتي سواء على التوب السوداني او على اي خامة تانية موجودة انا عايزة اركب عليها. الميزة الثانية في الاسطمبة انها سهلة سريعة، وفرت الكثير من الزمن. زمان كنا بنركب الكريستال باليد بالحبة، طبعا ده شغل صعب شديد. الان نحن بالاسطمبة وفرنا الكثير من الزمن، دي حاجة مهمة جدا. الان الاسطمبة بتاعتي جاهزة،
المرحلة الجاية هعرف كيف انا هشيل الكريستال دي علشان اركبه في الخام. هستبعد الصينية، اجيب الاسطمبة بتاعتي بكل هدوء، اي اهتزاز ممكن يحصل غلط. الحاجة اللي بحتاج لها في المرحلة الجاية هي الورق الحراري. الورق الحراري عبارة عن شنو؟ عبارة عن كيس حراري، وليس من نوع حراري لانه ما بيسيح في السخانة بتاعت المكوى، بيتحمل السخانة. فيه مادة لاصقة، في ورقة من الخارج بتحمل مادة اللاصقة دي لحد ما انا اجي استخدمه. الورق الحراري برفع بيه الكريستال من الاسطمبة، بيجي ببكرة. محتاج كمان لمقص، ده مقاس الاسطمبة بتاعتي لحد هنا، هقطع من هنا. هقطع بالمقص، هرفع الكيس، هفصله عن الورقة لأن أنا محتاجة للمادة اللاصقة الموجودة في ظهر الكيس عشان ترفع لي الكريستال. هنشوف مع بعض كيف أنا هرفع الكريستال بالكيس الحراري. بعد ما فصلت الكيس بتاعي عن الورقة، ممكن ما أفصله تماما، أخلي جزء بسيط ماسك فيه. أوزن الكيس مع طرف الاسطمبة وابتدي أنزل. كده الكيس بقى موجود على الاسطمبة. بديها بعض الضربات الخفيفة عشان الكريستال يطلع في الكيس، وابتدي اسحب الكيس زي ما شايفين. الكيس الحراري رفع الكريستال معه،